الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على خلاف المعتاد لن أبدأ ببحثي الذي هو وفق نظرية ديكرو في الحجاج، ولكن بما أن المؤتمرات تتيح للباحثين بث نظرياتهم الفكرية والعلمية، وكما فعل الكاتب الكبير جان جاك دريدا عندما في مؤتمر حطم النظرية البنيوية وحل محلها النظرية التفكيكية، كانت رواه هذه في مؤتمر من المؤتمرات، وهذا هو ديدن المؤتمرات كما هو حال مؤتمرنا هذا الذي لاحظت فيه أنه مؤتمر علمي لا إعلامي، والحمد لله هذا بفضل القائمين على هذا المؤتمر. أحسن الله عليك. النظريات الحديثة، طبعا أنا آليت على نفسي ألا أشرف في رسائل الماجستير والدكتوراه إلا على فكر يختص بإمام من الأئمة، الإمام الأمير المؤمنين، وانتهاء بالإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه. فكل الرسائل والأطاريح التي أشرفت عليها هي من هذا النوع، الإمام الأمير المؤمنين، الإمام الصادق، الإمام الباقر، وإن شاء الله عندنا الإمامين العسكريين قريبا إن شاء الله في هذا الباب. أنا في طور نقد هذه النظريات، و السبب أنه معظم الباحثين العراقيين يذهبون إلى هذه النظريات وهم عندهم من المسلمات، فهم عندما تخرج نظرية يعني التداولية مثلا أو مثلا نظرية الحجاج بدون أن يمارس النقد، والنقد طبعا فرع التاريخية والتاريخية الوجودية ليس التاريخية المعرفية، النقد فرع التاريخية، يأخذونها أخذ المسلمات. لذلك ليس كل نص هو ممكن أن يكون قابلا أن نطبق عليه هذه المناهج، بل وجدت أن نصوص الأئمة هي عصية على المناهج. المنهج الواحد لا يمكن تطبيق كلام الإمام باقر عليه السلام على منهج واحد. لذلك كما شاهدنا دكتور عماد الأخ الكريم اتخذ أكثر من منهج في تبيان مزايا وصية الإمام باقر عليه السلام لجابر بن يزيد الجوفي. لذلك أقول في هذا الكلام، وهذا الأمر مما يؤسف له في الجامعات، أنه هذه الأمور لا يمكن تطبيقها، وقد شاهدنا لأكثر من رسالة وأطروحة أن الطالب يسيء للإمام عندما يطبق هذه النظريات على نص الإمام، ولا سيما نظريات الفعل الإنجازي. الفعل الإنجازي الذي يقول فيه التداوليون أنه آني، لا، كلام الأئمة لا يوجد فيه آنية، يوجد فيه شنو، مستقبلية وهكذا. اللسانيات القديمة والحديثة تريد أن تصل إلى حقيقة مفادها إثبات المحمول للموضوع. جاء زيد، هذا المثال الكلاسيكي، إثبات مجيئه أو عدم مجيئه، لم يأتي زيد وهكذا، واستحالة انفكاك عنها. يعني عندما قلنا جاء زيد، هل يجتمع مع لم يأتي زيد؟ فعدم اجتماع النقيضين هو ما يريده كل باحث لساني. الأمر الآخر هو ملاك الصدق والمطابقة، هو الواقع أم الإجماع؟ عمانوئيل كانت يرى أن المعرفة تبدأ بالاحتمال، على عكس التصور السائد أن المعرفة تبدأ باليقين، طبعا وهو التصور السائد. يقول كانت، عمانوئيل كانت، أن ديفيد هيوم هو من أيقظني من وهم الجزميات، وتشكيك هيوم هذا هو على سبيل الموجبة الجزئية،
للموجب الكلي، يعني ليس تشكيك الدستوري يسموه، وهو أمر يسير عليه معظم الباحثين في الدرس اللساني. يعني الملاك عندهم الإجماع للمعرفة اليقينية، رأى مجموعة من الباحثين كتبوا في هذا المجال أجمع معهم، وهو أن ملاك التصديق والمعرفة هو الإجماع، فنراهم يأخذون بما هو سائد ومجمع عليه إجماعا شياعيا لا وفاقا لأسس علمية ومن دون تمحيص. والحال هو أن يبحث الدارس اللساني إثبات المحمول للموضوع، وعليه إذا رام المعرفة عليه أن يجيب عن التساؤلات الآتية: هل هذه المعايير اللسانية التي وضعها هؤلاء العلماء كافية لاستيعاب مستويات النص، أم هناك مستويات أخرى، أم أقلل هذه المستويات؟ هل مباحث هذا العلم أو هذا المنهج هي عقلية، يعني محصورة بالحصر العقلي الذي هو قائم بين النفي والإثبات، أم حصر أضافي ممكن إضافة مستويات أخرى؟ يعني فان دايك عندما قال سبعة مستوى، سبعة للنصية، هل ممكن أضيف ثمانية وتسعة وعشرة؟ وإذا كانت استقرائية إضافية والحال هي كذلك طبعا، فأين موضع الزيادة؟ أهذبها وكيف لي أن أزيد، وما أساس الزيادة؟ هل التداولية أو أي مفهوم من مفاهيم الدراسات الحديثة توفي بالبحث الاستنباطي، استنباط المفاهيم والنتائج؟ وهل هي بحسب المصداق تؤتي نتائج مفيدة وذات ثمرة؟ هل سأقبل بكل ما موجود في هذه المناهج، أم أخطط لنفسي منهجا خاصا؟ عندي وقت يلا ماشي يلا. الأمر الآخر وهو أيضا من النقود الموجه للدراسات اللسانية الحديثة، في ضوء قواعد الإبستمولوجيا، في ضوء نظرية المعرفة، الفروق بين المفاهيم والمصطلحات وتداخلها كالحبك والسبك والاتساق. هذه المفاهيم، يعني السبك الموجود في القرآن الكريم هو نفسه السبك الموجود في نهج البلاغة، والحال نفسه موجود في قصائد شعراء المتقدمين امرؤ القيس وزهير وغيرها. يعني عندما أريد أن أعرف السبك في القرآن وأبدأ بالسبك في سورة المرسلات مثلا، هل نفسه أعرفه الذي عرفه فان دايك، أم أخترت نفسي تعريفا يجمع ما أريده لهذه السورة؟ يعني بعبارة أخرى، أؤسس لسانيات للنص المعصوم. لم يضعوا هذه المفاهيم اللسانية قيودا تتوائم والمصداق الذي ستدرس فيه. فإذا أردنا أن نعالج مفهوما كالحبك مثلا أو الافتراض المسبق، فهل يصح أن نأخذ بتعريف غرايس أو فان دايك أو دي بوغراند لتطبيقه في نص مهم ومعصوم كالقرآن الكريم أو نهج البلاغة ومشاكلها من النصوص معصومة؟ هنا تساؤل: مع كل هذه التعددات، هل تبقى الواحدة القاعدة واحدة أم تتغير؟ وأجابوا طبعا أصحاب نظرة المعرفة الذي هم منها تأسست هذه اللسانيات، وأساس اللسانيات صار عن طريق إيمانويل كانت الذي قال فيه: الفلاسفة الذين جاءوا من بعده قد تكون مع كانت أو قد تكون ضده، ولكن لا يمكن أن تكون فيلسوفا من دونه أو أن تكون لسانيا من دونه. لذلك هو عنده ثلاث كتب: نقد العقل المحض، ونقد العقل العملي، ونقد ملكة الحكم. هذه الكتب الثلاثة هي المؤسسة للفكر الفلسفي واللسان الحديث. فلا يمكن أن يكون الباحث اللساني متقنا لما يريد ومفسرا للنص المعصوم وشارحا له ما لم يتقن نظريات كانت. يقولون أننا نجم إجماعا أنه مع تبدل الموضوع يتبدل الحكم، فالقصدية الشعرية غير القرآنية، كما أن الصيام واجب ولكن عند تغير موضوعه في السفر والمرض يصبح غير واجب. يعني الكلام طويل وكثير، وأعتذر عن الإطالة وأرجو أن أكون قد وفيت، وكثير الأوريقات هنا لكن ضيق المقام
يفرض علينا أن نختصر. أحسن. وأرجو أن أكون وفقت في عملي، وأختم كلامي في ما قاله الحفيد المستشرق أرنولد نولديكي اسمه جون يورنول، عندما كتب أطروحته للدكتوراه التي كانت مختصة في الإمام الحسين عليه السلام، عنوانها الحرم الحسيني في كربلاء. قال: كربلاء هي الحسين، والحسين هو كربلاء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء. ولكن سؤالي للسيد الأستاذ الدكتور الأعرجي، وكان بودي أن يسمعه ولكنه ربما ذهب إلى بعض شأنه، أتمنى أن يصل هذا السؤال إلى جنابه الكريم ويجيبني الآن أو بعد الآن. السؤال: لو تركنا هذه المعايير، لا توجد معايير، لا توجد لا للنصية ولا للجملية، لا توجد قرائن، لا توجد قواعد، ما الذي يبقى؟ هل يمكن أن نسلم بمسلمة ميشيل فوكو في كتابه الكلمات والأشياء عندما قال: لو تركنا هذه المعايير، هل يمكن أن نعود إليها حتى نؤسس معايير؟ وهل ننتهي إلى المعايير نفسها التي أسسناها أو التي نفيناها سابقا نؤسس عليها أخريات؟ وهكذا ربما يقودنا هذا إلى الدور والتسلسل. لكن هذه المعايير في تصور اليسير، نعم، هي معايير إنسانية انسحبت من النص وانسحبت إلى النص، يعني من النص إلى النص، من الإنسان إلى الإنسان. المشكلة الكبرى التي نواجهها الآن هي الإنسان. انطلق السيد الأعرجي من مفهوم الإنسان، وأن هذه الخلفية المعرفية التي تتعلق بنظرية المعرفة ما هي موضوعها الإنسان. أحسن. فالكلام طويل، وكنت أتمنى أن يسمع الأعرجي هذا. جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا. عفوا، بالنسبة للأسئلة الفكرية اللي طرحها الباحث فاتني أستاذ الدكتور علي الأعرجي. دكتور علي الأعرجي جزاه الله خير، واقعا أسئلة منهجية مهمة بها إثارة في غاية الروعة، نعم، وهي التجرد من تناول ما يطرحه الإمام على أنه مفكر، وإخضاع ما يتداول من معارف المعصومين على أنها معارف بشرية، نعم، يمكن أن تطبق عليها النظريات العلمية الحديثة بالفعل. هي مجهود بشري أقل ما يقال عنه أنه ناقص، ربما يكتشف خطأه بعد حين. أحسنت. فملاحظته كانت في هذا المقدار ملاحظة موفقة وتشخيص منهجي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الباحثين. أحسنت. أضف إلى أنه إرشاده إلى المفارقة وراء التأسيس العلمي للسانيات، وأنه يعتمد على الإجماع ولا يعتمد على الحقائق العلمية، مفارقة من باحث يعني من أهل الدار، وأهل مكة أدرى بشعابها، نعم، ملاحظة منهجية. ولعله يمكن الإجابة على سؤال الدكتور إذا كان يقصد نفس الباحث، أنه البدائل ليست الإنسانية. الإنسانية مع الأسف، مع أنها قيمة مهمة، أصبحت مجرد شعار. البدائل بالحقيقة هو رصد المعارف على الواقع. نعم. البديل هو في الحقيقة التشخيص الواقعي، وليست التشخيص الإجماعي أو التشخيص الإنساني الذي هو شعار، يعني اسمحوا لي بهذه الكلمة، ربما يكون مطاطا، يتسع قليلا ويضيق تارة أخرى عند آخرين، وبالتالي لا نخرج بنتيجة، نخرج يعني نطلع من إشكالية وندخل في أخرى. فالمعول عليه في الحقيقة هو ضبط الاستنطاق اللساني على وفق القواعد العقلائية المبنية على مشخصات واقعية، والتي تعرف في علم الأصول بالظواهر، وضبط قانون الاستظهار، وأنه الاستظهار لا يمكن أن يكون ارتجاليا ناشئا من خلفية القارئ أو الباحث أو المفكر، وإنما يجب أن يكون من استنطاق لنفس مدلول النص وتحديد دلالاته والمؤثرات المرتبطة به من قرائن أو ما شابه ذلك. أعتذر كثيرا على الإطالة. أحسن جناب الشيخ.